كيسة جبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. مرحبا بك سيد سركيس. نتحدث عن طبعا المعادن الثمينة الذهب مع بداية هذا التداولات، ارتفاعات ملموسة على الفضة تصل تقريبا إلى 10%. ما هي أبرز العوامل وراء تلك الارتفاعات؟ بداية سوف نتحدث عن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية التي تحركت فيها المعادن الثمينة خلال الفترة الماضية. فقد ارتفعت أسعار الذهب والفضة خلال عام 2020 وتحديدا منذ أواخر شهر 3 الماضي من 2020 لتصل إلى مستويات قياسية بالنسبة لأسعار الذهب قبل أن تدخل في تصحيحاتها الهابطة. وجاءت هذه الارتفاعات وتوقعات أيضا استمرار الارتفاع إن كان بالذهب أو بالفضة خلال الفترة المقبلة بفعل سياسات البنوك المركزية التحفيزية إلى جانب السياسات النقد المالية من الحكومات. وهذا كله يعطي سبب للمتداولين والمحافظ الاستثمارية للتوجه لطلب المعادن الثمينة لحفظ القدرة الشرائية للنقد مع توقعات ارتفاعات هائلة في التضخم خلال الفترة المقبلة من هذه السنة. لكن ما يحصل الآن في أسواق المعادن الثمينة هو عبارة عن دخول جديد للمضاربين الذين توجهوا إلى المعادن الثمينة وعدة أصول مثل الأسهم الصغيرة التي يستطيعون التأثير فيها وفي حركة أسعارها. فهنالك مجموعات بحسب عدة وكالات أنباء تشير إلى أن هنالك مجموعات من المضاربين يتوجهون إلى أدوات مضاربة محددة، وهذا ما دفعهم إلى الفضة حاليا. ورغم أن الذهب حاليا يرتفع لكن نلاحظ الارتفاعات الكبيرة بأسعار الفضة وتشارف لوصول مستوى $30 للأونصة. لماذا اختار المتداولون والمضاربون الفضة؟ لو نظرنا إلى مؤشر الذهب إلى الفضة وهو مؤشر يقيس الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة ما بين المعدنين الثمينين فسوف نلاحظ بأنها كانت في مستويات مرتفعة جدا وبدأت بالانخفاض بالفعل لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، لكن في نفس الوقت ما تزال مرتفعة حيث شهدنا مستويات أكثر انخفاضا في عام 2011 بالنسبة لمؤشر الذهب للفضة، وهذا ما يشجع المضاربين للتوجه نحو الفضة. حاليا يجب أن نشير إلى أن من مواصفات المضاربة هي تحركات سعرية كبيرة لكن قد تشمل أيضا تذبذب حاد، وبالتالي لا أستبعد أن نرى تذبذبات حادة ربما سوف ترتكز أيضا على تحركات أسعار الفضة على المدى القصير، مما يجعلني أشير إلى أن ربما سنشهد المزيد من الارتفاعات لكن لاحقا قد نشهد موجات تصحيحية هابطة مع أول توقف بالارتفاع، وهذا تحديدا على المدى القصير لأن المضاربين اعتدنا أن يقوموا بالتخارج من مراكزهم المالية مع توقف الفرص السعرية إن كانت في مراكز شرائية فرص سعرية صاعدة وعندها قد تحصل تصحيحات. لكن على المدى الأبعد أعتقد بأنه حتى لو حصلت تذبذب حتى لو حصلت أيضا موجات جني أرباح حتى لو كانت قوية فالاتجاهات الصاعدة للمعادن الثمينة شاملا الذهب والفضة قد تكون أيضا ضمن اتجاهات صاعدة بفعل سياسات البنوك المركزية وأيضا سياسات الحكومات حول العالم إلى جانب انتظار حزمة تحفيزية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. نذهب إلى الصين سيد سركيس. كما نعلم في النصف الثاني وخصوصا في الربع الأخير من عام 2020 شهدت الصين ومعظم الأسواق الآسيوية انتعاشا ونمو في اقتصادها، ولكن المؤشرات الأخيرة اليوم وأمس فيما يتعلق بالتصنيع نوعا ما كان هناك انخفاض في المؤشرات. كيف تقرأ هذه المؤشرات وهل يعني تعتبر تلك بداية لنوعا ما انكماش اقتصادي جديد؟ باعتقادي بأن الصين قد لا تشهد انكماش حقيقي بحسب التعريف الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي بين فاصل النمو والانكماش على أن يكون الانكماش في السالب، لكن في نفس الوقت بحسب التعريف الاقتصادي الحديث للانكماش والركود الاقتصادي هو تباطؤ لفترات زمنية متعددة قد تصل إلى 3 أشهر. فأعتقد بأن الاقتصاد الصيني بالفعل بحسب النظريات الاقتصادية الحديثة دخل في مرحلة جديدة من التباطؤ، فنلاحظ بأن النمو انخفض خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 3%، وبعدها خلال الربع الرابع انخفض مرة أخرى إلى 2.6%، وهذه القيم فعلا تعبر عن نمو لكنها تشير أيضا إلى تباطؤ.
والآن جاءت البيانات الأولى لشهر يناير الجاري 2021 من قطاع التصنيع والقطاعات الغير تصنيعية بحسب مؤشرات مدراء المشتريات، وأشارت إلى انخفاض في وتيرة النمو. هذا الانخفاض في وتيرة النمو بالفعل يشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الصيني. لا أعتقد بأننا سوف نشهد قيم سلبية على الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للصين، لكن في نفس الوقت أتوقع أن تبرز معالم أكبر للتباطؤ الاقتصادي. وهنا يجب أيضا النظر إلى موضوع مهم، وهو ترابط الاقتصاد الصيني مع الاقتصاد العالمي واعتماد الصين الكبير على التصدير. والآن نلاحظ حالات إغلاق في عدة دول حول العالم مثل ألمانيا بريطانيا وغيرها في أوروبا وأيضا حتى في شرق آسيا، وهذا كله قد يكون أيضا مضر للاقتصاد الصيني المعتمد على الاقتصاد العالمي والاقتصاد وإن كان أيضا التجارة الدولية. فكلما تراجع الاقتصاد العالمي قد نشهد تأثيره مباشر على الاقتصاد الصيني. فأعتقد بالفعل الاقتصاد الصيني ربما سيدخل مرحلة جديدة من التباطؤ، وهذا مع استمرار انتشار فيروس كوفيد-19، خصوصا مع ظهور السلالات الجديدة التي أجبرت عدة دول على إغلاق حدودها أو تصعيب أيضا التجارة والتبادل التجاري والتنقلات. السيد سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك.